كالعادة زي كل سنة بنتجمع، يعني يعتبر يوم البطولة هما يومين ما بننامش فيهم خالص، يومين البطولة ما بننامش فيهم خالص من القلق والتوتر اللي احنا فيه، عشان تعرف ان يعني لقب مستر اولمبيا لقب مش قليل، ده يعتبر يعني اكبر بطولة في العالم في مجال كمال الاجسام. وزي ما بيقولوا الحفاظ على اللقب اصعب من الحصول على اللقب، يعني الحفاظ عليه اصعب من الحصول عليه، دايما رامي بيقول كده. فاحنا بنستعد، بنبقى طبعا زي ما قلت لك ما بننامش خالص، متجمعين موجودين زي ما انت شايف كده، مشغلين العرض بتاعنا على الشاشة، مشغلين العرض بتاعنا على الشاشة هنا، وبنتجمع من قبل البطولة بساعتين ثلاثة، وطبعا بنسمع كل العرض من اول لاخره عشان يعني نقدر نحكم ونشوف الدنيا فيها ايه. وطبعا ده كله ممزوج بالدعوات والكلام الكويس، وطبعا الحاجة والدة رامي بتبقى موجودة في وسطنا وتدعي له، غالبا بتاخد اليوم من اوله من ساعة ما بتصحى لحد ما اليومين يعدوا دعاء بس ورفع ايديها لفوق. هو رامي يعني بالنسبة للحاجة، وعلى يعني اتصال دايم بيها دايما دايما، يعني في أي موقف صعب أو أي حاجة محتاج فيها، أي حاجة محتاج فيها الدعوات يعني على طول، أو أي موقف هو رايح له أو أي بطولة أو أي حاجة لازم يكلم الحاجة. آخر مكالمة كانت غالبا من لسه من بتاع 10 دقايق كده، وهو على الباكستيج ورا المسرح قبل ما يطلع على المسرح، يعني هو واخد التان اللي هو التان اللي هو الدهان اللي بيتعمل ده، وقال لها ادعيلي يا حاجة، ويعتبر المكالمة من أولها لآخرها دعاء. وامبارح برضو كلمنا امبارح قبل برضو العرض اللي هو الأولاني، العرض السري، قبل العرض السري امبارح طلع برضو قبل ما يطلع على المسرح، رن علينا وكلم الحاجة، ويعتبر يعني المكالمة من أولها لآخرها دعاء، وهو طالب مننا كلنا إن احنا ندعيله ونسنده لحد آخر لحظة. المكالمة كانت كلها من أولها لآخرها دعاء. هو طلب الدعاء ليه يعني؟ آه طبعا، إن ربنا يوفقه ويكرمه يعني ويجيب اللقب للسنة التانية على التوالي. طب بالنسبة لك انت بقى، كان اخر بقى مكالمة معاك انت بقى يعني كان رامي انا يعني غالبا الكلام اللي ما بيننا دايما يعني في الفترة الأخيرة دي بيبقى رسائل، ما بحبش عشان تتوطوا يعني اكتر. بالظبط عشان خاطر هو فترة صعبة، يعني مش عاوز حد يشغله خالص بأي حاجة، يعني الكلام بيبقى رسائل. يعني آخر رسالة كانت امبارح، آخر رسالة كانت امبارح، وقول لي ادعي لنا، اتوصى يعني بالدعاء، وقول للناس كلها تدعي لنا ان ربنا يكرمنا ان شاء الله. نشكر طبعا يعني كل اللي دعم رامي، وخصوصا الفنان محمد هنيدي، عشان هو نزل له قبل البطولة ونزل له بعد العرض الأولاني، وبيدعمه بكل قوة ويطلب الدعوات من كل الناس. ويعني وانا بشوف على الصفحة غالبا كل المشاهير اللي موجودين بيدعموا رامي وبينزلوا له صور، وبيطلبوا من الناس كلها ان هي تدعي له وتفضل مسنداه، ويعني وتدي له الطاقة الإيجابية اللي تخليه يظهر بالشكل اللي هم يتمنوه.